مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا بلا فاليز، موقع الانفجار، شركة الغاز اللي مشاكلهم أولا حتى كيفاش طرا لهم حتى شركة العافية. هذه مسألة كتخص السلطات والتحقيقات، هذا شيء لا يهمنا، كل ما يهمنا هو المواطن، المواطن من الساكنة ديال لافاليز اللي تعرضوا لعدد كبير من الأضرار والخسائر. حنا ما غاديش نطرقوا دابا مع أحد الساكنة اللي هو السي جواد، وإنما غادي نشوفوا واحد الأستاذ معنا اللي هو مهندس ديال الدولة وعارف وعنده دراية بزاف ديال الأمور. السلام عليكم. السلام عليكم. أخلي عنشك. السلام عليكم. انا بغيت نتكلم على الحديث اللي وقع، وبغيت نتكلم على اون ميم طون على حساب الوقايه وعلى حساب لا سيكوريتي ديال الشركه اللي كاين هنا. كاين ان سيت هنايا ديال الغاز، ديال ستوكاز ديال الغاز، كما كنقولوا بالفرنسي راه سيون بومب اروتاردومون، وصافي دي زاني هو هنايا. كاين الساكنه هنايا، دونك تكنيكمون الساكنه كنقولوا ما خصهاش تكون نورمال هنا، ولكن واخا ما تكونش هذه الساكنه اللي كاين هنا، كاينه الساكنه المحمديه ولي زونفيرون المحمديه. هنايا كاين لي ستوكاج ديال الغاز، او كاين لا تويوتر ديال الغاز اللي غاده ضاربه ما عرفت شحال من كيلومتر. كاين هناك كاين 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 خواج دون لوك، راه الحمد لله ملي خرجت غير بهذا الطريف هذا. اما راه ماشي غير هاد الساكنين، راه المحمديه كلها راه مهده، والشركه اللي كدير هنا كاينه هنا في دي ستوكاج ديال الغاز، وان برودوي تري دونجورو، وما عندهمش ايكيب ديال الوقايه ديالهم، حيت الانترفونسيون ستكون في ليميديا في الاول، ماشي تهانت الغاز هذا 5 مينوت ديال الروتار راه كيضرب كيلومترات. هنا بحال فكرتيني في مساله ديال الشركه ديال الكيماوي ديال المواد الكيماويه وشركه ديال لاسامير اللي هي معروفه، عندهم الوقايه المدنيه ديالهم تما، عندهم الناس المكلفين. يعني قلتي بغيتي بحال ما يكون هنا يكون سيت هنا يلقاو حل اوموا. الخطوه الاولى يكون عندهم سيت ديال السيكوريتي، يكون عندهم دي جون فورمي لي زالارم، دي جون فورمي لانترفونسيون ديال الاطفاء، يكونوا البومبي ديالهم هما بيان فورمي. اون اتوندو باش نشوفوا حل هاد المنطقه ديال الغاز هنا، حيت انا راه ابروكسيميتي ديال الساكنه كلها، ماشي غير الساكنه ديال لافاليز، ولا المحمديه كامله. دونك هنا خصو يلقاو حل، اما ترونسفيري هذا الشيء لدونزان ليو راه يكون بعيد على الساكنه. اي دابا هنا مسؤولين كيشوفوا غير المشكل، كيشوفوا غير على الجنبات هنا، ما كيفكروش المحمديه برمتها. المحمديه برمتها، راه كان داك الشيء كونسل، داك الشيء ضرب راه ما غاديش، راه المحمديه كلها مهده. راه ماشي الحريق ما يوقفش هنا، الحريق راه يوقف ضرب مدينه المحمديه كامله. راه هذا الشيء راه هذا راه الغاز، راه ماشي شي حاجه ديال الراي ديالكم انتم بالنسبه لهم شنو خصو يكون؟ خصو يكون اما يشوفوا حل لهاد لو سيت ديال الغاز هنا، وهاد المسائل ديال ستوكاج ديال لي سيترن الغاز يحولوه من هنا، ولا يكون سيكيورتي، تكون سيكيورتي ديال لي جون يكونوا بيان فورمي في هذا لو دومين هذا، ماشي حاطه سيكيورتي واحد في الباب، راه سي با سيكيورتي، سيكيورتي بومبي، فورماسيون ديال لي بومبي، يكون لانترفونسيون ايميديات، يكون اون ايكيب، اون ايكيب هنايا راه انا سيت تري دونجورو. مشترك لان مادام انا يكون مشترك ولا ان سيت هنا، ان سيت راه فيه الغاز، خاص يكون بيان سيكيورتي، الناس كيدوروا هنا وكل شيء، خاص يكون بيان سيكيورتي هذا، راه غير بتيت فويت. وفعلا كما شرتي انت راه كيكونوا حتى الزوار ديال لافاليز، الزوار ديال لافاليز كارثه، كيكونوا الزوار ديال لافاليز، تصور كون كاين الناس ديال لافاليز شريت عافيه بواحد 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 لانتونسيتي كبيره، والناس كانوا هنا، لي ديكا غيكونوا بزاف، غيكونوا اموات، غيكونوا ضحايا فهاد صاوب الله السلامه، صاوب الله صاوب الله السلامه من وقفت في هذا الحد. وكانت لانترفونسيون ديال لي بومبي واخا لي مويا ما عندهمش كاملين وتوصلوا باش طفاو وداك الشيء. دونك راه هذا راه خاص السلطات ينوضوا يشوفوا هذا الشيء بجديه. واحد التدخل استعجالي، واحد التدخل استعجالي، هذا راه ريسك، راه ريسك على مدينه كامله، راه ماشي على لافاليز، راه كاين بزاف، راه ستان كرون ريسك هذا، راه خاصهم يشوفوا هذا الشيء، ماشي غادي نديروا، ينوضوا يشوفوا حل ايميدي، راه الغاز هذا. وشكرا. شكرا شكرا الاستاذ ديالنا. غادي نشوفوا مع احد الساكنه اللي متضررين بسبب هذا الانفجار، بسبب هذا المشكل اللي وقع مؤخرا. ما عرفناش الاسباب ديالو المسببات، لان لحد الساعه باقي ما توصلناش بالتحقيقات اولا ما اسفرت عنه التحقيقات، لكن اللي في المعلومات ديالنا هو ان كانت مساله ديال الاصلاح ديال شي صهريج من الصهاريج ديال الغاز، خرجت الامور عن السيطره، وقع الواقعه، ولكن الساكنه متضرره. معنا السي جواد احد المتضررين، والاخ ديالو حتى هو كذلك متضرر، وربما حتى الجيران ديالهم متضررين. ما غنطولوش بزاف. سي جواد السلام عليكم. عليكم السلام. سي جواد بغيناك تقرب الصوره للساده المشاهدين، اللحظه الاولى ثم من بعد منها انفجار، ثم من بعد منها الصباح والكارثه.
غنقول لكم كما شافوا الناس كلشي في الفيديو اللي تنشر في المواقع الاجتماعيه. اللحظه الاولى قبل ما يوقع في الانفجار كان خرج واحد الغاز من الشركه ديال الغاز، خرج منها واحد الغاز بزاف، واحد الدرجه ما تصورش. كنا جالسين في ديورنا، تدخل علينا الغاز حتى للدار، شمينا الريحه ديال الغاز، خرجنا مع وليداتنا، خرجنا مع مولين الدار، كلشي الجيران كلشي خرج كيتجاهل كلشي، ما لقينا الحل فينا نطلعوا. طلعنا جيت البحر بعدا كاين شويه الهواء باش نستنشقوا شويه ديال الهواء بعدا. هذه كانت في الاول غير مجرد الغاز. الغاز في الاول باقي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. كان شويه كنتفاجئ بعد خمسه دقائق. القضيه بلاتي سي جواد باش من هذا باش ما نبعدوش بزاف على الساده المشاهدين، هذه ماشي اول مره كيوقع لكم هذا المشكل ديال انكم كتشموا ريحه الغاز ودرتوا شكايات قبل منها. هذه ماشي اول مره، تقريبا ماشي ثلاث مرات ولا اربعه اللي درنا الشكايات. عيط للقايد، انا النمر معنا اللي عيط للمقدم وعيط للقايد وعيط للباشا، جاو كلشي وشافوا وداروا معاينه وشافوا انه كاين فويت وكاين ريحه الغاز، شافوا وداروا معاينه ديالهم ومشاو. ما كاين حتى شي حاجه، لا جديد لا حتى شي حاجه، ما كاين، ما جاوبونا، ما قالونا شنو لا حل لا غنديروا لا غندير حتى حاجه. عاود مره ثانيه نفس الشيء، جاو كاين فويت ما كاين فويت، مشاو حتى وقعت الكارثه. النتيجه ديال هذاك الشيء في النتيجه ديالهم المسؤولين ما داروا حتى شي حاجه. حكم القرب ديالكم من هذه الشركه هذه اللي وقعت فيها المشكله، سمعنا على انهم فعلا كيجيبوا دي ستار وكيبداو يبيرجيوهم اولا كيبداو ينفسوهم تما في ديك البلاصه، يعني واش ما كيخافوش على الساكنه؟ دائما هذه كل نهار يوميا انا كندوز كنجي من الخدمه كندخل الدار كنشمل الريحه ديال الغاز يوميا، وكنمشي عند العساس تما وكنقول ريحه الغاز وهذه، يقول لك انا ما عليا والو المسؤولين هذا ما تلقاوش معاه نهضروا، يقول لي خير قول لنا كلمني المسؤول كلم المدير، يقول لك المدير ما كاينش هذا ما كاينش، يوميا نفس الشيء، ما كاينش معاه ما تهضر ولا كيجاوبك، يعني نيبال ما كاينش زعما براسك تحرك موت كيتهربوا من المسؤوليه، تعرفوا ما كاينش. باش نزيدوا نكملوا المشاهدين، وقع الانفجار وانتم حضرتوا لهذه الكارثه وسمحتوا في حويجاتكم بطبيعه الحال العافيه ديال الناس، كيولي باغي ديك الساعه هربتوا في حالكم لا غد ليه جيتوا كتطلوا على جينا بعد بالليل، انا بقيت تما ما فهمتي، بقيت واخا شالت العافيه بقات شالها، رجعت بالليل تما كنت فقد الامور كي دايره تما، لقيت باقا شال العافيه وشالت الدار في المحل ديالي. مشيت عند سميتو الوقايه المدنيه طلبت هما داكشي باش يجيو تفريو الدار، حتى هما جاو تفاو مشكورين. بقيت تمايا حتى الصباح عيط الاخ ديالي على السياره اللي كيسول عليها، وعد بالو انه صافي صافي انفجرات تحرق هذاك الشيء، قلت له لا الحمراء. سياره الحمراء هذيك الكات كات، قلت له لا كون هاني، راه الاخ ديالي الاخر ولات تحرقت لي الطوموبيل ديالو يونس ديك داسيا اللي شفت الصور اللي كانت كحله اللي كانت كحله ولات بايضه، هذيك ديال الاخ ديالي هذيك اللي تحرقت، وتحرق لي المحل ديالو، مشاو لي الاتات ديالو، مشاو لي حوايجو، مشاو لي فلوسو، مشى لي كلشي، ما بقى عنده والو، ما بقاش عنده فين ينعس، ما كاينش فين ينعس، حنا كاملين دابا ما بقاش فين كنعسو، وكنعسو في الزنقه، وحتى شي مسؤول ما جا عندنا، وحتى شي واحد ما هضر معنا، شنو خاصكم ولا هادي واش واكلين وشاربين، ما كاين حتى شي حاجه. سي جواد ما سول حتى واحد، ما جا عندكم حتى واحد، ما هضر معكم حتى واحد. كاين اليوم دابا بغينا نسولو، دابا هادي يومين وهاد المشكله هادي واقع في كتبات السي جواد لا انت لا وليدات. انا ما نكذبش عليك، اليومين هادي انا بت في الزنقه، كنبات في الزنقه، بت انا والدري الصديق ديالي ساكن حدايا، بتنا في الزنقه اليومين اللي فات. الوليدات ديالي راه صيفطت مع شي ناس العائله، راه جالسين عندهم تمايا على ما نشوفوا شنو غادي يوقع. اليوم في الصباح عيط لنا المدير ديال الشركه، قال لي انه اسمع ان الناس غادي يجيو بغا يهضروا على الحق ديالهم، بغا يعرفوا شنو واقع، شنو اخر المستجدات، قال لك اجي نديروا حوار في الطابله. دخلنا عندهم الصباح، جلس معنا وهضر معنا، قالنا غنشوفوا هذا المشكل اللي كاين نهار الثلاث ان شاء الله مع 10 ديال الصباح غادي يكون الحل ان شاء الله. يكون خير. حيت قال لنا دابا كاين باقي عندهم شي حاجه ديال الغاز، باقي عندهم الخدمه باقي مرونين، قال لك صبروا معنا ثلاث ايام. قلنا له يا سيدي ثلاث ايام هذه ما عندناش فين غنمشيو، بغينا بعدا نشوفوا ثلاث ايام فين غادي نريحوا، انا ما كنمشيش لا خدمه لا والو، انا مريح. شفنا كنت مع السيد الباشا، كنت تناقشوا معاه حتى هو طرحتوا عليه نفس الاشكال. والسيد الباشا اش اللي قال لك؟ قال لك هو صبروا معنا شويه، حنا كنديروا الاجراءات ديالنا، حنا كنتسناو ونشوفوا المشكل ديال الكبير هو ديال الشركه، خصك تحيد داك الشيء ما بقى حتى شي حاجه عاد نشوفوا. ما يبقاش خطر. صافي تسناو حنا الشركه تسير على خاطر. حنا شنو؟ نمشيو نموتوا ولا شنو؟ امتى غتسالي الاشغال؟ امتى غتيقول لك ما عرفتش؟ تسناو تنشوفوا، امتى حنا كنتسناو شنو؟ كنتسناو حنا كنتسناو، ما كاين حتى شي حاجه، كاين شي حاجه اللي فهمتيني شي حاجه اللي في الورق ما كاين والو، على الهضره على الهضره ديالك هذا هو الهضره، باقي ما كاينش شي حاجه سير زعما شي حاجه مؤكده، كاين الهضره حنا كنتسناو. اكيد انكم غتبقاو في الشارع دابا غنبقاو دابا نهار الثلاث، قال لك جا عندنا نهار الثلاث، نهار الثلاث ان شاء الله غنمشيو، ما كان حتى شي حاجه راه غادي نديرو تعالوا نشوفوا الانتاج والقضاء. سي جواد بالنسبه لكم انتم كنا اليوم سمعنا على ان غادي يجي شي مفوض قضائي من اجل ديال تحرر واحد المحضر ديال اثبات حاله وتسجلوا هادشي اللي عندكم، شنو درتوا في هاد المساله؟ كاين اليوم ان شاء الله كاين غادي ندير واحد، كاين واحد المحامي ان شاء الله، وكاين واحد مفوض قضائي اللي غايجيو غيعاين المسائل ديالو غيصور داكشي هذا وغنوثقوا داكشي.
الا ما كانش شي حل بالتراضي مع دوك الناس مع الشركه وداك الشيء غادي نحتاجوا القضاء، حنا غنديروا الاحتياطات ديالنا وصافي. لان المساله ماشي وليده العهد، انتم ديجا درتوا شكايات بزاف بزاف، وعندنا صور وعندنا كل شيء وشهود وكل شيء والناس حضرات وكاين انتصارات من شجله وكل شيء مع المقدم اللي عيطنا له باش عيط الناس، كل شيء كيموت. خويا جواد نسولك دابا على الوليد ونسولك على الاخ ديالك الاخر، المساكن كيفاش دايره الحاله؟ الوالد راه كينعس، كل واحد وفين كيمشي، كل واحد دابا حنا دابا مشيتين دابا كل واحد وفين، كل واحد وفين، ما بقيناش دابا مجموعين، ما يمكنش غتمشي عند خالك ولا عمتك غير شدك نهار يومين، ما يمكنش ما يمكنش، هذه مسؤوليه ديال الجامعه ولا ديال شو شنو يديروا معانا. يونس تحرقت له الدار بيرو معاك. مشى كل شيء، يونس بقى عنده والو، يونس ما حوايج باش يبدل مشى. حوايج حوايج اللي كان لابس ديك النهار اللي بقى فيهم راه باقي لابسهم. وليداته هما ما عندهم باش مشى لهم كل شيء ديالهم، وليداته مشى لي كاع الاسات ديال والحوايج ديالهم الكتوبه ديالو. حاله ديال النفسيه. الحاله النفسيه ديالو محطمه بزاف، وراه ضيق مسكين ما عارف ما يدير ما شنو غيدير. واش هو كيقول لك ما جا عنده حد ما سول فيه حد ما هضر فيه حد ما انت ما جا عنده ما شنو خاصك وشنو وقف معاك. وكنعرفوا كاين بزاف ديال السونتر ديال العباشير خاوي، السونتر ديال السكك الحديديه خاوي، علاش ما يجيوش يهزوا هاد الناس هادو يحطوهم تما يامنوهم؟ فكره رائعه مزيانه مزيانه، يامنوهم قول لهم هانتوما ريحوا هنايا اصطروا مع وليداتكم انت ربما نسالوا هاد الشيء هذا ونشوفوا الحل ديالكم ونقادوا لكم المنازل ديالكم ونتعاود. حنا ما كنطلبوش يعطيونا شي حاجه، حنا بغينا ديالنا نرجعوا لنا ديالنا بما يلقاو لكم الحل. ما كنطلبوش يعطيونا ولا يصدقوا علينا، ما يصدقوا علينا ما فعل، حنا كنطالبوا يرجعوا لنا كشي ديالنا اللي مشى لنا التعويضات كشي الاعتاب اللي مشاو والديور ديالنا صافي ما يعطيونا والو. لا وحتى دابا حاليا انتم في الزنقه على الاقل بعدا حلول مؤقته كما قلتي كاين دي سونتر كاينين بزاف الحوايج يديو الناس بغيتو تهنيو الناس من المشاكل هزوهم بعدوهم من هنا ديروا جرد الاثاث ديالهم ديروا بزاف الحوايج ومن بعد عادي الساعه قلبوا الحلول. راح قلنا للسيد المدير ديال الشركه قلنا ليه انتم دابا ثلاث ايام غنصبروا معكم ثلاث ايام ولكن نقدروا ديروا هاد الناس هاد الناس ديروا واحد الخير ديروا معاه تريحوهم في السونتر ولا تريحوهم هذاك حنا ماشي الخدمه ديالنا حنا ما مسؤولينش على هذاك الشيء يعني الدوله ولا الجماعه ولا هذوك هما اللي مكلفين بهذاك الشيء والجماعه والدوله ما كاين حتى بالك شي مسؤول هنا اقول بالك شي واحد عنده واقف بالك ما كاين حتى شي حاجه كيجيو للشركه كيشوفوا الخسائر ديال ديك الشركه مول الشركه الخسائر ديال مول الشركه كيعمروا كيقادوا ليه باش لاسيرونس ديالو المسائل ديالو التعويضات ديالو من الاول قال لك عاد نشوفوا الناس ونشوفوا كتبوا الشركه هو رئيس الحكومه رئيس الحكومه الشركه ديال اخ النوج يامن راه معروفه الغاز الافريقي راه ديال اخ النوج ديال مراتكم كلشي عارف راه المغرب كامل يقول لك شي حاجه الشركه ديال فلان ولا ديال فلان ولا ديال فلان راه معروفه كلشي المغرب كامل عارف الشركه ديال الكازرا ديال اخ نوش حتى هما كيعرفوا اخ نوش في شي حاجه اخرى نفس هادشي ما كيعرفوش كيضربوا طم داكشي علاش كيسبقوا يعني كاين يعني الناس ما فهمتش علاش انا كيسبقوا هذيك الشركه ديال فلان وهذوك المواطنين مالهم ما علمش الله تا هما راه مواطنين كيخلصوا الضرائب ديالهم كيخلصوا كلشي شوف حنا في القانون وفي حقوقنا الدستوريه نحن سواسيه سواسيه ما كاينش هو مغربي حتى حنا مغاربه حنا منين جينا منين اش من دوله وهو باش طلع تما غربينا حنا غربين بالشعب شكون يصوت عليه الشعب 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 هو اللي صوت عليه الشعب هو اللي مشاهدينا الكرام كما سمعتوا جواد من الناس اللي مضرين من هذه الكارثه اللي وقعت ديال الانفجار جواد طرح عده افكار وعده حلول ممكن انها تكون ناجعه كما قلنا علاش هاد الناس هادو غيباتو في الزنقه؟ علاش غيباتو عند الحباب ديالهم؟ علاش غيباتو عند الاهالي ديالهم او عند جيران سابقين في شي بلاصه او لا كيعرفوهم؟ كاين عندنا دي سونتر كاين عندنا في يعني ممكن انهم يجمعوهم في شي بلاصه اللي يقدروا يقويوهم فيهم ريتما يلقاو الحل النهائي سواء بترحيلهم من هذه المنطقه سواء بايجاد حلول اخرى اللي هي ناجعه. مع كامل الاسف دائما نجد على ان الجهات المسؤوله او حتى اصحاب القرار لا ينظرون الى الساكنه او المواطن الا في الحلول الترقيعيه، لكن في الحلول النهائيه انتظر ونحن معكم منتظرون. كنتم معنا عبر المباشر وربما هناك شي واحد من الساكنه ديال المنطقه. السلام عليكم سي عبد الله المكي، مرحبا بك معنا. ربما عندك شي كلمه تقولها. مرحبا. بالنسبه للكلام اللي قال الاخ جواد اللي هو المعلومه راه هو ولد عمي وانا من الساكنه ديال المحمديه، انا بغيت نوصلها واحد النقطه. ما غنحملوش المسؤوليه كما قلنا بطبيعه الحال ان الشركه كتحمل المسؤوليه الكبرى، ولكن انا كنحمل بالدور ديال المسؤولين بحكم ان ساكنه ديجا قدمت واحد الشكايه وجاو شافوا دي فويت وشافوا وقفوا على الحائط شافوا الخطر ورغم ذلك ما قاموش بالدور ديالهم. هنا كنطرحوا واحد السؤال، علاش هاد المسؤولين هادو ما قاموش بالدور ديالهم؟ يعني كان بالامكان انه نتفاداو هاد الكارثه.
كون كان هذا المسؤول هذا اللي جا وقف على هذه الحاله هذه وقام بالدور اللي خصو يوقف عليه، ربما كنا غنتفاداو هذه الحاله هذه. ربما يمكن كما قال جواد قبيله راح المسؤول كبير هذا كبير. وواحد النقطه اخرى، كاينين عده مسؤولين نهار الكارثه كانوا جاو هنايا كيتصوروا، منهم هذا رئيس الجماعه، منهم اي مسؤول في هذه المدينه هذو، كلهم جاو تصوروا ولكن ما قاموش بشي حلول، ربما تكون غير تطوعيه. انا قدموا الحلول. الحلول كما قال الاخ، راه كاينين شي وحدين هنا راه باتوا في الزنقه، كاين اللي بقى عساس على الحوايج ديالو تمايا، وهاد المسؤولين هذا واش ما كيفكروش؟ انا بغيت غنشوف، كاين شي وحدين هنا كيبغى يعز عليهم غير تصور. انا نعطيك مثال، منهم هاد رئيس الجامعه هذا، ما بان حتى نهار وقعت الكارثه، بان من اجل اللقطه بهذا المعنى هذه، وهاد اللقطه راه معروفين بها الناس ديال المحمديه، راه معروفين غير من اللقطه، ولكن باش يلقاو الحلول ولا يقوموا بالدور اللي خصو يقوموا ولو من جانب الانسانيه. ما نقولوش الدور ديالك انك اداري ولا كمسؤول، غير من جانب الانسانيه. انا بحكم انني ولد محمديه نقدر ندير اي حاجه من اجل الناس، ولكن انت كمسؤول علاش ما تقومش بالدور ديالك اللي انت خصو يلقى الحلول، انت اللي محطوط في ديك البلاصه على انك تقوم بهاد المسؤولين. انا بالنسبه لي القيد اللي جا لهاد الناريات ولا هاد المقدم ولا هاد المسؤولين اللي جاوا وشافوا الحاله وعاينوا وكتبوا التقرير ديالهم، بغيت نسول ما مآل هاد التقرير اللي درتو، وفين هو هاد الحل قبل ما توقع هاد الكارثه؟ هنا جواب واضح ان ربما كاين شي حاجه من تحت الطبله، هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لهاد الناس. اشوف قيد ولا هذا ولا باشا، ولكن ما كان النوع ديالو. هذا المسؤول اللي غيدير وما غيقومش بالدور ديالو راه خصو يحيد. انا نكون مسؤول فوق منهم، اول واحد غندور ليه هما هاد الناس المسؤولين، حيت هما اللي تقدمت لهم الشكايه، وهما الجهه الوحيده اللي المواطن كيلجا اليها من اجل انه تحفظ السلامه ديالو. انا ضرني خاطري هذاك الشيء علاش قلت هذه الكلمه هذه. انا ما غنقولش الشركه راه فعلا كتحمل المسؤوليه الكبرى انها راه ما دايرهاش شروط السلامه هنايا، ولكن هذا المواطن هذا اللي حاطينه حنا هذا الاداري باشا مقدم كما كان حاله، علاش ما كيقومش بالدور ديالو؟ ولا هاد الشركه ربما فوق منكم كي ما فهمتش؟ هذا سؤال كيطرح نفسه. شكرا. واش نقول لكم؟ لا اله الا الله، والله يصبر هاد الناس هادو والله يعوضهم خيرا، ونتمناو انه يدار لهم حل في اقرب الاجال، لان الناس كتعاني. كاين اللي حاليا دابا راه ما كيمشيش الخدمه ديالو، كاين اللي ما عندوش حاليا دابا حتى باش ياكل، كاين اللي ما عندوش باش يبدل حوايجه، وهاد الناس حتى شي واحد ما فاق لهم من النعاس. وشكرا، وكنتمنى. شكرا سي مكي عبد الله. وسي مكي عبد الله اللي هو رئيس هيئه ديال التواصل والاعلام بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، يتكلم بصفته وكذلك بصفته كمواطن، وهذا واجب على جميع. حتى احنا صحافة كإعلاميين من حقنا أننا ندلو بالرأي ديالنا ونقولوا كلمة الحق. هاد الناس هادو يومين دابا احنا طالع في الثالث، أولا من ديك الليلة ثلاث ليالي دابا وهما عايشين العذاب. شكون سول فيهم؟ شكون حتى عليهم؟ شكون قال لهم اشخاصكم بعد ما اتاتهم حوايجهم ماكلتهم المونه ديالهم كلشي تحرق ومشى عليهم؟ شكون سول فيهم؟ شكون قال لهم اشخاصكم؟ جا رئيس الجماعه فعلا وحنا شفناه ويقول بلسانه الحمد لله اللي كاينه البوطه بعدا. لا، هنا استفزاز للساكنه ديال مدينه المحمديه، يعني واخا يتحرق اللي بغى يتحرق، الحمد لله اللي كنلقاو زعما البوطه كنشريوها. الحمد لله اللي كاين عندنا ضمائر حيه، الحمد لله اللي ربي كيفضحك امام الساكنه. ما غاديش ناخذ هذا الجانب هذا كنقاش، وانما سوف اقول ان لم تستحي فافعل ما شئت. كنت معنا عبر المباشر ومن مغارب نيوز لافاليز المحمديه وفاجعه انفجار عبوة ناسفة، غنقولها بهذه العبارة لأن هذاك سميتو كتسمع عبوة ناسفة ما دام عدم توجد ما يسمى بالتأمين وكذلك بوجود رجال المطافئ بالقرب من هذه المجمعات الصناعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.